علاش اختاريت هذا الموضوع تاع النموذج الشنوي بالاقاليم الجنوبيه في جامعه بنطو؟ اوفيت هذا الاختيار ديالنا ماشي هو اصلا ماشي اختيار، لانه هذا حنا ربطنا انا يعني كمسؤوله على مشروع ديال التربيه على المواطنه، يعني المشروع ديالي هو دور لو رول دو ليديكاسيون على سيتويانتي دون ليديفيكاسيون دان كور سوسيال سان اوني، هذا هو موضوع المشروع ديالي انا. وارتئيت بانه انا والاستاذه انه لا يمكن ان نتحدث عن على الوحده الترابيه او المناطق الجنوبيه بلا ما نهضروا على هذا الموضوع ديال المواطنه، لان الاساس اصلا هو الموضوع هو اصلا موضوع مواطنه اصلا. علاش؟ لان خصنا ننميو عند هذا الشباب ديالنا. انا استاذه في المدرسه الوطنيه للتجاره والتسيير، دونك حنا بالنسبه ليا يعني الشباب المغربي يعني خصو يعرف بانه هذيك المناطق محتاجه انه يعمروها شباب مغربي كفء، يعني في جميع المجالات سواء كان من المهندسين او من طلبه في مجال الاقتصاد او في الادب او في الفنون. يعني خصنا نعرفوا بان هذيك المنطقه هي بيان سور يعني منطقه مغربيه بكاي منطقه من مناطق المغرب، وخصنا نعرفوا بان هذاك المنطقه هي مديوره باش لي انفستيسمون المشاريع الكبرى ممكن يقوموا بها الشباب ان شاء الله مستقبلا. يعني هذا هو اللي خلانا نفكروا انه ندمجوا هاد جوج ديال المسائل. دايوغ تحدث عليها الاستاذ الشامي وطلق انه ملي كنهضروا على الصحراء المغربيه حنا ما كنهضروش مثلا فقط على يعني المساله ديال الوحده الترابيه او لا، يعني تجاوزنا حنا ديك المساله البعد ابعد اللي هو التنميه. حنا خصنا نفكروا في التنميه في المناطق الجنوبيه ديال المغرب، يعني التنميه على جميع في جميع المجالات، يعني لو كابيتال نخدموا على لو باتريمون ايماتيريال اللي هو مثلا اللغه الحسنيه مثلا الثقافه، يعني المسارح بزاف د الحوايج خصنا نخدموا عليها. دونك لذلك فكرنا اننا نديروا هذا نهضروا على لونغاجمون سيتويان والاندماج ديال المواطن اي مواطن. دايوغ المنصه اللي تحدث عليها الاستاذ الشامي مشاركه هي داخله في هذا الموضوع. حنا محتاجين ان المواطن يعطي الراي ديالو، ان الشباب يعطيوا الراي ديالهم ويعمروا ديك المنطقه ويكون فيها فريمون ان ديفلوبمون تنميه كبيره باش نقدروا نوصلوا للهدف ديالنا اللي هو مثلا للتنميه على يعني في جميع مناطق المغرب اصلا. صراحه هي تتم لسلسله من الانشطه العلميه التي قامت بها كليه العلوم القانونيه والسياسيه دائما في اليه الترافع عن القضيه الوطنيه من خلال تعريف طلبه العلوم القانونيه وطلبه جامعه بن طفيل بالدرجه الاولى لما تعيشه اقاليمنا الجنوبيه من نمو على مستوى مجموعه من الاوراش التي فتحت في اطار النموذج التنموي للاقاليم الجنوبيه. اذا صراحه ستكون هناك مجموعه اخرى في المستقبل كلها تصب في نفس النقطه. اذا دائما في اطار ما تقوم به الجامعه فهي تدخل في قائمه الدبلوماسيه الغير رسميه، لان الجامعه هي اليوم تستجيب للنداء الملكي السامي الذي دعا فيه بان يتدخل الجميع كل من موقعه في الدفاع عن الوحده الترابيه. وجامعه بن طفيل لها من المؤهلات ومن الوسائل التي تجعلها كفيله للقيام بهذه المبادره. اذا صراحه كان يوم جيد على مستوى مجتله من الاساتذه الاجلاء الذين سيبرزون آلية الترافع. إذن شكرا لهم جزيلا.